دكتور نبيل الكفراوي، استاذ امراض السكر والغدد الصماء، كليه الطب، جامعه المنوفيه، وعضو اللجنه القوميه للسكر. النهارده هنتكلم على العقارات الجديده اللي نازله في السوق حديثا لعلاج مرضى السكر من النوع الثاني والنوع الاول. بالنسبه للنوع الاول، في انسولينات جديده نزلت حديثة بتشتغل بطريقة معينة، بتشتغل بطريقة حديثة غير المعهودة في الانسولين العادي. انسولينات ما بتعملش نقص سكر، ملهاش علاقة بالاكل، ممكن ياخدها المريض في ميعاد ثابت وما ياكلش، ممكن ياخدها ويدخل ينام. بتعمل كنترول للسكر على مدى 24 ساعة، بتتاخد مرة واحدة كل يوم. وفي انسولينات جديده ثانيه ابتدت تنزل برضو في السوق اليومين دول، اخرها من قيمه اسبوعين تقريبا، برضو يتاخد في خلال 3 ساعات قبل او بعد. يعني انت النهارده خدته الساعه 10، ممكن بكره تاخده الساعه 12، الساعه 7، الساعه 8، يعني في فرق 6 ساعات ما بين الميعاد والميعاد. وده بيدي طبعا فلكسبيليتي او بيدي فتره سماح للمريض، فبالتالي ما بينساهوش، وبالتالي بياخده باستمرار، وبالتالي ده بينعكس على انضباط نسبه السكر في الدم. فده اول حاجه بالنسبه للانسولينات، وده في النوع الاول من السكر. النوع الثاني للسكر بيبقى فيه عقارات بالبق وعقارات برضو بالحقن. العقار الاولاني اللي هو بالفم بيتناول ان هو بيشتغل اساسا على الكلى، بيساعد على زياده اخراج السكر في الكلى، فمريض السكر بياخده بيبتدي يعمل بول كتير اكنه واخد حاجه بتدر البول، انما بينزل السكر في البول وبيتخلص من السكر اللي موجود العالي في الدم، وبالتالي بيبقى السكر العالي اللي هو بيوقف حركة البنكرياس بيقل بمرور الوقت، وده بيحسن وظيفة البنكرياس بعد كده، وابتدي البنكرياس يفرز من أول وجديد. والعقار الجديد اللي بيشتغل عن طريق الكلى ده، وجدوا ان هو في بعض العقارات منه يعني بيحمي مرضى القلب ضد الذبحات الصدريه وضد الجلطات وضد جلطات المخ، فابتدى كمان يبقى له فايده ثانيه، ويوصى بالعلامات الاسترشاديه لعلاج مرضى القلب، ابتدوا يوصوا بالعلاج السكر ده بالذات لمرضى القلب علشان يحميهم من الجلطات والذبحات الصدريه. عقار تاني برضو بالنسبة للنوع التاني للسكر بيتاخد مرة في الأسبوع، وده طبعا عمل بريك ثرو أو عمل طفرة جامدة في علاج السكر. ده هرمون تاني، الهرمون ده بيفرز طبيعي في بني آدم عن طريق الاثنى عشر، وبيطلع من الاثنى عشر هذا الهرمون يستيميوليت أو يحفز البنكرياس أنه يفرز إنسولين، وفي نفس الوقت بيهبط السكر اللي طالع من الكبد، بيقلل الوزن، بيقلل الشهيه، وده بيتعطى ده بالنسبه للهرمون اللي هو بيبقى مفرز طبيعي في الانسان. ابتدوا يستخلصوا هذا الهرمون ويعملوه بطريقه معينه، يدوه بالحقن مره واحده كل اسبوع. الحقن مره واحده كل اسبوع ده الهرمون ده هو ليس بديل للانسولين، يعني عشان الناس ما تقولش ان انا ممكن اخد حقنه واحده في الاسبوع وابطل الانسولين مثلا، لا، هو هرمون تاني خالص غير الانسولين، انما الهرمون ده بيشتغل لمده اسبوع. ومن اعراضه الجانبيه، الحاجه الوحيده الاعراض الجانبيه، ان هو بيعمل زي بعض الغثيان وبعض الشبع، احساس دايما بالشبع، فبيساعد على فقدان الوزن وبيظبط السكر. واحنا طبعا في انتظار الخلايا الجزائيه اليومين اللي جايين دول، وانتظار اللي هو زرع البنكرياس، وفي طفره جديده كبيره الحقيقه في الفتره اللي جايه خلال 5 سنين في زرع البنكرياس والخلايا الجزائيه.